عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. متفق عليه الإيجاز، فلا داعي للإكثار. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما كان يطيل: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت؟ الإطالة إذا كنت لوحدك، أما إذا كنت مع الناس فمن أما الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. هذا معنى من المعاني الطيبة الكريمة التي حث عليها الإسلام، مقصد التخفيف والتيسير في كل شيء، فلا غلو ولا إفراط ولا تفريط. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الوسطية والاعتدال، والحمد لله رب العالمين.